احنا لايف احنا لايف احنا لايف واحد طلب اوردر والمكاوي بتاعتك العجاجي عجاجي طلبوا اتنين. الله 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 طب فرحيني يا سوسو. اه لا زي الفل الحمد لله. اصل سوسو احنا جبنا رجلها بعد ما اشترت المعرض كله مش هيفوتي ده هقعدي بقى. انا بقول امنيه بقول لها لا انا كنت باجي اتفسح عند دعاء انا حالم وعايش في عمري. عندهم هم براند مربوحه منزليه وحاجات ورش الماني وكل الحاجه. فهم واخدين اكستنشن جوه في الاكستنشن الجديد جوه بوس اسمه مربوحه سنتر. فباعت اي حاجات حلوه كتير الحمد لله الحمد لله يلا جايه لك يا جميل. صباح الفل صباح الفل. احنا النهارده تاني يوم في المعرض. تعالي بقى يا فاطمه فاطمه تعالي لنا كده من هنا يا دودو تعالي نورينا. اه ما انا جايه احنا في الاكستنشن البوابه اهي كده. في الاكستنشن القديم اهو هناك وده ايوه ده كده القديم القديم. هتمشي كام متر كده وتيجي الجديد. صورين البوابه باينه؟ اه باينه. خلاص الفستان ده من حور ديزاينز جوه. تعالي بقى افرجك هو منين. والاكسسوارز من نور سالم فهوريكوا كل واحده فين. واللي هتشتري من النيو اكستنشن ب 2000 جنيه او اكتر طبعا هتاخد كاش. هتدخل سحب على كاش 500 جنيه هقبجك انا بالليل 500 جنيه. هنختار 10 النهارده و10 بكره. يلا انزلوا يلا. الدريس من حور ديزاين لا الحجز بيكون قفل والله والله المكان بيقفل بسرعه. طب اديني يبقى زرع 10 قفل لسه ما بدأناش. دول بيتنقلوا وانا معايا انا هنا يبقى كده مش لا ما انا مش بقى انا ماشي طب خليني بقى لي ساعتين مستنياك عشان اقول لك يا حبيبتي انت كنت بحبك خالص. ايوه انا عامل كولكشن جديد اصلا نازل بيه 10 كولكشن الشتاء عايزين نتكلم معاك. خلاص مش شفتي مع امال ولا فاطمه؟ معايا معايا فاطمه اللي مش بترد. لا لا تمام ماشي يا استاذه ان شاء الله. الفستان من حور ديزاين موجودين معانا في الاكستنشن الجديد. هبعت لها بعد البازار بيوم هبعت لها يوم الاحد. اوكي حاضر حاضر يوم الاحد يوم مش انا قلت له على فكره قلت له بعد اخر يوم البازار يوم الاحد يوم الاحد يبعت لي ان شاء الله على الواتساب. اه ان شاء الله. باي باي مع السلامه مع السلامه. تعالي يا ندى صوري ندى. احنا النهارده تاني يوم في المعرض موجودين النهارده وبكره ان شاء الله في سبوت مول التجمع الخامس قدام الجامعه الامريكيه. وده مدخل الاكستنشن الجديد. الاكستنشن الجديد فيه عارضين معانا جداد لاول مره. في ناس نزلوا معانا من اربع مرات. في حاجات حلوه قوي قوي قوي. فاحنا اللي هيشتري تعالي تعالي يلا بينا. اللي هيشتري من الاكستنشن الجديد هنعمل سحب على 500 جنيه كاش. وانا هنقعد هنا عند الفيتنج روم و نعمل سحب وندي بقى الستات. بينبسطوا قوي. اكلمها تبقى دفعت 80,000 جنيه وتقول لي فرحانه بال 500 جنيه. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ايه الاخبار؟ صباح الفل. اهو اهو ده الدريس اللي دعاء لابساه اهو. وانتوا طلعوا لنا حاجه حلوه كده. يلا صباح الفل. ايه ده بكام ده؟ ده ب 700. ده قمر. ده حلو قوي. ده انا عاملاه. ده قمر. اه انت ما انت شكلك دندوشه. انت ما شفتكيش امبارح. لا ما كنتش موجوده. يلا يا حبيبتي منوره يا جميل. صباح الفل. صباح الفل. حبايب قلبي اخباركم ايه؟ الحمد لله. اللي هيشتري يا جماعه من الاكستنشن الجديد ب 2000 جنيه ياخد كاش باك 500 جنيه. هندفع 500 جنيه كاش وهنعمل سحب النهارده وبكره. ايه بقى الاوفرز؟ اولا الاتجاهات نازله كلها ب 400. النص كم ب 400 بدل 450 البرايم مارك. والخليفه طبعا ب 500 بدل 550. الناس دي جايه من اسكندريه مخصوص واول مره تنزل القاهره. ما نزلتش قبل كده اي معارض في القاهره خالص.
في اول مره معانا. عندنا ستاند كامل بيبدا من 125 جنيه حاجات لبس بيت من 125 جنيه وحاجات كمان ماركات تحفه كلها براي مارك. حبايبي صباح الفل، صباح الفل. احنا كده يلا احنا بنراجع معاكم علشان الناس لو هي جايه تبقى فاهمه هتجيب ايه. صباح الفل. اللي هيشتري من المعرض الاكستنشن الجديد ب 2000 جنيه او اكتر طبعا هيدخل كاش باك، هياخد كاش باك. انا هبيجها لنفسي هديها 500 جنيه. يلا بينا. احنا في سبوت مول التجمع الخامس قدام الجامعه الامريكيه. يلا يا حبيبه قلبي. يلا اللي هيشتري هنا في حافظه العرض اللي احنا عاملينه النهارده، اللي هيشتري ب 2000 جنيه من النيو اكستنشن هياخد كاش باك 500 جنيه. حد هيكون قاعد موجود بيكتب اسامي الناس وهنعمل قرعه بعد كده علشان ناخد 10 ان شاء الله نكسبهم 500 جنيه. عملنا ايه امبارح؟ عملنا كل الدنيا، كسرنا الدنيا كلها بجد؟ الحمد لله. بجد؟ الحمد لله والله. الفريده على اسم على وش البنت الحلوه اللي بتيجي تبوسني دي. ايوه الحمد لله. نهمي السكر. جبنا حاجات جديده، عملنا العروض عشان العرض ابو 1250 جنيه من ايد الحمد لله خلصت امبارح، فجبنا النهارده برده ملايات جديده عاملين عليها عروض 1250 ثلاث اطقم ملايات 180 تحفه. ايوه لينا الحلاوه دي. ده انا كنت لابسه ده، انا كنت لابسه ده مره قبل كده فاميلي براند كلها تسالني عليه. وده يا دود وده لما ده لبسته ده نزل بس عايزه اقول لك بقى بكام. اه لقيتك كنت واخداه بسعر تاني خالص. ده نزل بقى بكام؟ ده ب 900 كام؟ ده 1000 ونص. هو في شغل ايه؟ سيرما كله شغل سيرما حلو. والست دي بكام؟ دي برضه بقت ب 1300. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير يا حبايبي. صباح الفل. صباح الفل. احنا بنراجع معاكم الحاجات علشان تبقوا جايين عارفين هتاخدوا ايه. اكستنشن جديد مليان عارضين يجننوا ما شاء الله، وعاملين حاجات حلوه قوي 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 قوي، هتيجوا هتنبسطوا جدا. صباح الفل يا ايه، عامله ايه يا روح؟ هيشتري من هنا قلت ب 2000 جنيه هياخد كاش باك 500 جنيه. لا احنا عاملين عرض بقى، هو انتوا بس بتعملوا؟ قلت النهارده احنا عاملين عروض كتير قوي قوي النهارده. ده حلو قوي ان شاء الله. البيت القربانه ايه اللذاذه دي؟ الحلاوه ده بكام ده؟ ده ب 1450. ده حلو قوي. ده تطريز قد مين؟ ده قمر. بصي حياكه بس انا بقى احنا هنا كوين فاشن عاملين عروض النهارده. غريب قوي مختلف. نازلين في الاسعار النهارده عروض كتير قوي النهارده. طب اشتغلنا امبارح؟ اه الحمد لله. ايوه الشاطرين دول القواريب حبايبي. صباح القمر. صباح الفل. حاضر حاضر. فاشن ووك بصوا في حاجات تهبل وعاملين عروض بجد فظيعه، لان احنا بنعمل تصفيات الصيف فالناس منزلها ل 50%. الناس بتوع مرتبة التطرية والنبي يجيبوا جيبوا. جبتيها يا رشا ولا لسه؟ مرتبة التطرية جاية، مرتبة التطرية جاية. احنا سبوت مول. كاش باك 500. لا خلي كلامك صح. جولدن اور. هيعملوا ايه؟ يجوا كل عندنا ساعة الساعة 12 3 6 9 تسحب تاخد ديسكاونت تاخد جفت تاخد اللي هي عايزاه. ايا مجدي ايا مجدي. غير الحاجات اللي هتخش فيه السحب. طب انا هجرب مرسي. يلا هجرب كده. يلا هسحب اشوف هاخد ايه. شوفي الحاجات بقى ايه. جفت ب 75 حلو. كل ده هيماتايت جفت ب 75. في حلقان جفت ب 75. تنقي اللي هي عايزاه. حلقان من هنا حلقان من هنا. الله الله الله. وفي جفت واصله لحد 200 وفي كاش باك هنا. كل ده مكتوب هنا. كل ده مكتوب هنا. طب حلقي اللي يطلع لها. ايوه غير السحب اللي هتخشوا مع ماما. يلا مستنيه. شطوره يا ايه شطوره. يلا صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. القمر دي الله حلو قوي. الست ده بيتباع هنا، واللي هيشتري من هنا ب 2000 جنيه هياخد كاش باك 500 جنيه. الطقم ده كام؟ ده النهارده ب 1650. 1650 منه المنت كمان والبلاك. وده منزلينه ده حلو وده البتاع اللي انا لبسته. اه بنطلون فظيع. في امبارح واحده اشتريته وقالت لي عجبني قوي. حلو قوي. المنت ده متكرر تاني من تحت. ده المنت
حلوة قوي. ده اللي هي القماشة بتاعتك تنفع دلوقتي. ايوه 1650. حلوة قوي. تعالي وريني الحلاوة اللي انت لابساها دي. وريني. احنا موجودين في سباك مول التجمع الخامس. سعره كام؟ بصي ده 1900. نزل 1000. طيب اللي هتشتري ب 2000 جنيه هتاخد خصم كاش باك 500 جنيه. صباح الفل. صباح الفل يا زهرة منورة القاهرة حبيبتي. صباح الفل يا زهرة يا جميلة. صباح الفل. ايه الاخبار؟ يا مو اللي هيشتري ب 2000 جنيه هياخد كاش باك كام؟ 500. 500 جنيه. هنعمل سحب وندي صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. يا جميلة يا مريومة. اسم حلو. صباح الفل. قمر. ايوه الفستان ده كان هنا اللون. ايوه اهو البيج انارة عندها حاجات تحفه. انا قمت على الفستان من شويه شفته قلت ايه ده هيبقى مني بس لا شكلي هرجع. شكلي هرجع. شوفي وده حلو كمان. وده حلو. لا انا شكلي هرجع اجيب تاني. ماشي يا حبايبي. ظلمتي طيبه يا حبايبي. صباح الفل. صباح الفل. يا رولا منوره. الحمد لله نورك يا هدير. عامله ايه؟ الحمد لله. صباح الفل. صباح الفل. كوموليندي قمر. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ قولي هو انت اسمك ايه غير كوموليندي بقى؟ نوره. نوره. نوريهان. ايوه بس بختصر. طيب اللي هيشتري ب 2000 جنيه يا جماعه حاجات من النيو اكستنشن قلتها كم مره؟ كتير. مفيش واحده تقولي ايه ده انا ما اعرفش. التكرار يعلم الشطار. قول كتير. الله ايوه انا ما اخدتش في العربيه انا بس شفتي لحقنا الماضي. شفتي عامله مروحه قروبه قوي. عشان الحر قلت لازم الاجواء صعبه. بصي اللي اعملي الاوفر اللي انت عايزاه. ايوه صيدليه وات. طب انتوا عاملين اوفر ايه؟ احكي لي. قولي لي يلا. بصي حاجه وعليها حاجه. زي ايه يعني؟ قولي لي كده زي ايه. بصي الديودرنتس دول كلهم واحد وعليه واحد. بكام هو سعره كام؟ مثلا كولاجرا ده الاثنين ب 245 الاثنين. يعني بيزلاين. اوكي تاخد واحد وعليه واحد دي. وبيز لاين برده واحد وعليه واحد بدل ما الواحد ب 500 الاثنين ب 500. حلو جدا. تمام. حاجات باثم بودي ووركس. بصي اوريجينال جايه من دبي. دول الحاجات برده مش موجودين هنا في الستور. بكام؟ ب 990. واحد وعليه واحد دي؟ لا واحد وعليه بس واحد. ايوه. بصي حاجات لوريال دي ناقصه برده مش موجوده. اللي هم اللي في البيوتي صالون. بصي حاجات حلوه ما شاء الله جدا جدا جدا. احنا هنا صيدليات وايت كير. لو في عروض. في عروض كتيره جدا عندها. يلا بينا منورانا يا ميرا. يا ايمان ايه الاخبار؟ تعالي وريني العروض بتاعتك. ثواني هو انا بس عشان ايه نور خالد دي اللي انا عامله عندها جايه كل ده عشان اقول لكم بس هي لسه ما جاتش.